ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن عمر لا يناهز 82 عاما اليوم الأحد، بعد أن أمضت 43 يوما في العزل الصحي للعلاج من فيروس كورونا المستجد. وأعلنت أميرة حسن مختار الإبن الوحيدة للفنانة عن وفاة والدتها عبر منشور على صفحتها على موقع الفيسبوك، قالت فيه: إن لله وإنا إليه راجعون، مامي في ذمة الله. ومن جانبها نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، حيث نشر الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية صورتين للراحلة رجاء الجداوي عبر حسابه على الفيسبوك. وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي صباح اليوم الأحد داخل مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكانت الجداوي قد أصيبت بالفيروس أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية ليتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الاصطناعي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.